السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هذا التلفاز من نوع سيرلينك 32 بوصة LCD به مشكل. الصوت موجود بدون صورة، الصورة غير موجودة، ولو دققنا جيدا في الشاشة سوف نلاحظ بأن موجودة الصورة ولكن تظهر بشكل خافت. فمثلا سوف الآن أقوم بالضغط على زر القائمة للتلفزيون، لاحظوا هي القائمة تظهر ولكن تظهر يعني بشكل خافت، وهذا يعطينا فكرة على أن المشكل فهو مشكل إضاءة، يعني خلفية الإضاءة للتلفاز لا تشتعل. ولهذا السبب أصدقائي الآن سوف أقوم بفتح هذا التلفاز وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، فتابعوا معي. إذن أصدقائي كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وأول شيء علينا فعله يعني في مثل هذه الأعطال، بما أن التلفاز يعني فهو تلفاز LCD، ومعروف بأن التلفاز LCD به ما يسمى بالأنفرتر المسؤول يعني عن إشعال يعني خلفية الإضاءة، خلفية الإضاءة بها لمبات، تلك اللمبات لمبات الفلور، فالأنفرتر هو المسؤول يعني عن إشعالها. وبما أن يعني خلفية الإضاءة لا تشتعل، فأول شيء علينا فعله هو تفقد الأنفرتر. والأنفرتر لهذا التلفزيون فهو عبارة عن قطعتين، هذه القطعة وهذه القطعة، هي التي يعني تشعل خلفية الإضاءة. أول شيء علينا فعله هو التأكد من الفولت الذي يتغذى عليه هذا الأنفرتر، وهو يكون 24 فولت. عادة في جميع التلفزيونات تقريبا يكون 24 فولت، سوف نقوم بالتأكد منها، تابعوا. إذا كما تلاحظون هذا هو الأنفرتر، وهنا موجود مكتف، هذا هو المكتف الرئيسي للأنفرتر، فهنا سوف نقوم بالقياس يعني مباشرة هل موجودة 24 فولت. نأخذ الملتيمتر على هذا الشكل، نضع سالب الملتيمتر يعني في القطعة الحديدية على هذا الشكل. الآن هو التلفاز يعني موصول بالكهرباء. إذا كما تلاحظون ها هي 24 فولت موجودة. الآن سوف ننتقل إلى الجهة الأخرى للأنفرتر ونقوم بالقياس الفولت أيضا في تلك المكتفة. إذا كما تلاحظون هنا ليست موجودة 24 فولت، موجودة 2.3 فولت، والمفروض هنا أن تكون 24 فولت، إذا موجود هنا خلل بالتأكيد. الآن سوف أقوم بإزالة هذه القطعة الحديدية ونتفقد الأنفرتر، تابعوا. إذا بعد إزالة القطعة الحديدية اتضح لي بأن الأنفرتر سبق وأن اشتغل فيه يعني شخص آخر، كما تلاحظون هنا. إذا لاحظوا يعني المكتفات بهم أثار يعني التلحيم، ولاحظوا هذه المصفطات، أيضا هذا المصفط هنا ظاهر على انه يعني ارجله فهي يعني منزوعه يعني كانها نزعت بالقوه كما تلاحظون الان على هذا الشكل. اذا ناخذ الملتيمتر ونقوم بالقياسات، بعض القياسات على الانفرتر. اذا ناخذ الملتيمتر ونضعه على وحده قياس الديود والجرس، نتجه مباشرة إلى هذا الفيوز. هنا موجود فيوز كما تلاحظون، هذا الأبيض حتى هو يعني ظاهر يعني الأثر الكاوي عليه. إذن الفيوز كما تلاحظون غير شغال. لنتجه إلى هذا المصفطات، نقوم بالقياس. هذا المصفط به يعني عامل قصر، هذا المصفط الأرجلة التي يعني منزوعة بالقوة، مصفط آخر هذا ليس به قصر، هذا أيضا، هذا أيضا، هذا وحده عامل قصر. لاحظوا هذه المكتفة، لاحظوا أصدقائي. إذا أصدقائي الآن سوف أقوم بإزالة هذا المصفط العامل قصر، سوف أقوم بإزالته وأقوم بالتأكد أيضا من باقي هذه المصفطات.
ونتأكد جيدا يعني من باقي مكونات الانفرتر ونرى. تابعوا. إذا كما تلاحظون هذا هو المصفت. الآن سوف أقوم بقياسه مجددا. إذا كما تلاحظون فبه قصر. أما هذه المصفتات فيعني يظهر على أنهم جيدة. إذا كما تلاحظون الآن يا أصدقائي سوف أقوم يعني باستبدال هذا المصفت. سوف أقوم باستبداله وأيضا سوف أستبدل هذا الفيوز وأقوم يعني بتلحيم هذه المكتفة يعني جيدا كما تلاحظون ونتوكل على الله إن شاء الله يكون خير. أصدقائي تابعوا معي. أصدقائي هذا هو المصفت الذي سوف أقوم بتركيبه بدل هذا التالف. لقد حصلت عليه من هذا البوردة للانفرتر الخاص بتلفزيون سامسونج، فهو تلفزيون من النوع القديم. سوف أركب هذا المصفت بدل هذا، ومع العلم أن هذا المصفت يعني رقمه مختلف عن هذا. هادو هنا مركبين أربعة مصفت وكلهم لهم نفس الرقم، وهذا الذي سوف أركب مختلف عنهم في الرقم، ولكن فهو نفسهم يعني في مكوناته الداخلية فهو مشابه لهم، فقط هذا من شركة معينة وهذا من شركة معينة. الآن سوف أقوم بفحص هذا المصفت أمامكم. إذا لفحص المصفت نضع يعني الأحمر للملتيمتر في البين الوسط أو الأرجل الوسطى للمصفت، والأسود هنا. إذا كما تلاحظون لا يعطي قراءة. إذا أعطيته شحنة كهربائية موجبة في الجيت جيت المصفت، لاحظوا الآن أصبح اتصال بين هذا الأرجل الوسطى وهذا الأرجل. لاحظوا إن أعطيته يعني شحنة سالبة، لاحظوا لا يعطي أي اتصال. إن أعطيته شحنة موجبة، لاحظوا في الجيت، لاحظوا يعطي اتصال. الآن سوف أقوم بتركيبه وأقوم يعني بتركيب الفيوز، هذا الفيوز، ونتوكل على الله. تابعوا. Thank you.
إذن أصدقائي، كما تلاحظون لقد قمت بتركيب المصفت وتركيب الفيوز على هذا الشكل كما تلاحظون. الآن سوف أقوم بالتجريب وإن شاء الله يكون خير، تابعوا معي. إذن على بركة الله سوف أقوم بتركيب الانفرتر يعني في مكانه بسم الله، وأتمنى أن لا يصادفني مشكل آخر، لأن كما رأيتم التلفاز يعني سبق أن اشتغل فيه شخص آخر. سأثبته باثنين من البراغي. الآن سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء بسم الله. ظهرت لي بأن خلفية الإضاءة الآن لقد اشتعلت، ظهرت لي من هذا الثقب. إذن سوف أحاول رفع التلفزيون. إذن كما تلاحظون الآن التلفاز لقد اشتغل، واشتغل يعني بإضاءة جيدة. سنضغط على القائمة الآن. إذن الحمد لله الآن التلفاز لقد اشتغل، واشتغل بإضاءة يعني جيدة كما تلاحظون. لأن يا أصدقائي فرحت عندما اشتغل التلفاز، لأنه يعني سبق وأن اشتغل فيه شخص آخر، وعندما أجد تلفزيون اشتغل فيه شخص آخر أصدقائي لا أكون مرتاح صراحة، لأن في أغلب الأحوال أبذل مجهود وعناء، وبالتالي يعني تكون النتيجة يعني نيجاتيف، نتيجة غير جيدة، أو أصادف مشكل آخر عوض الذي يعني صادفت أمامي وأصلحته. أفهمتم أصدقائي قصدي؟ فلهذا يعني أفرح عندما يشتغل التلفاز، لأن عندما يشتغل التلفاز الزبون يستفيد وأنا أستفيد، وعندما التلفاز يعني لا يصلح الزبون يكون يعني ضاع في تلفازه، وأنا أيضا ضعت في الوقت الذي أبدلته مع التلفاز. الآن أصدقائي كما رأيتم يعني سوف أريكم يعني سبب المشكل، كان فقط في هذا المصفت، كان في هذا المصفت كما رأيتم، وظاهر على أن هذا المصفت أيضا يعني لقد نزع بالقوة. لاحظوا هاد الأرجل قد بترت أرجله يعني بسبب يعني المهم لقد استبدلت المصفت وفيوز كما رأيتم، والنتيجة اشتغل التلفاز بشكل عالي. البعض سوف يتساءل ويقول بما أن الانفرتر هنا يعني موجودة يعني قطعتان من الانفرتر، موجودة هذه القطعة وهذه القطعة، المفروض أن تشتغل هذه القطعة يعني بإضاءة بنصف الإضاءة، ولكن لأصدقائي هذا غلط، لأن الانفرتر لن يشتغل ولا يعني حتى نصف اللمبات أو نصف الإضاءة لن تشتغل، لأن هذه القطعتان فهما مكملتان لبعضهم. كما تلاحظون هذا الفليس كابل هنا، هذا فهو ذاهب مباشرة إلى هذه القطعة الأخرى من الانفرتر. إذن هذه القطعة تكمل هذه القطعة، إن ركبنا قطعة واحدة لن تشتغل هذه القطعة. إذن وقع خلل في هذه القطعة، وبالتالي هذه القطعة لن تشتغل، لن تعطينا إضاءة يعني نصف الإضاءة، فهذه تشكل نصف الإضاءة وهذه تشكل النصف الآخر. يجب عليهم أن يكون مركبين هما الاثنان لكي تشتغل الإضاءة بأكملها. إن ركبنا واحدة لن تشتغل نصف الإضاءة، لن يعطينا أي إضاءة أبدا. إذن أصدقائي هذا كل ما كان لدي في هذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة، إلى اللقاء أصدقائي.